عقد مجلس النواب أولى جلسات دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي. خلال الجلسة العامة أحال رئيس المجلس عددا من القرارات ومشروعات القوانين إلى اللجان المختصة لمناقشتها. في بداية دور انعقاد جديد افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الثاني للمجلس ببرقية لرئيس الجمهورية تم التأكيد خلالها على ثقة المجلس وتأييده لسياساته الداخلية والخارجية وتأييده الكامل للسياسات المتوازنة التي تم إرساء دعائمها في إطار من الحرية والالتزام بالشرعية وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار. رئيس مجلس النواب أكد أن المجلس سيستكمل بإصرار وإخلاص ما تم من عمل جاد في الدورين السابقين، مشيرا إلى تحديد الأولويات وفق ما تقتضيه المصلحة العامة واحتياجات الوطن. نبدأ دور انعقاد جديد، بداية يتجدد فيها العزم والأمل أن نستكمل بإصرار وإخلاص ما بدأناه من عمل جاد في الدورين السابقين، فنحدد أولوياتنا وفق ما تقتضيه المصلحة العامة واحتياجات الوطن، وأن نواصل دورنا في بناء الجمهورية الجديدة التي أسس قواعدها السيد رئيس الجمهورية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. الجلسة بدأت بإحالة عدد من الاتفاقيات ومشروعات القوانين إلى اللجان المختصة بالمجلس لدراستها وإعداد التقرير عنها لعرضه على الجلسة العامة، وفتح رئيس مجلس النواب الباب أمام النواب لتوجيه الكلمة في بداية دور الانعقاد الجديد. نؤكد دعمنا الكامل لمعالي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في كافة التحديات التي فرضتها الظروف الخارجية وفي كافة التحديات التي تصنعها الجماعات الإرهابية. نؤكد دائما على تماسك جبهتنا الداخلية ووقوفنا صفا واحدا. نهني أيضا القوات المسلحة المصرية بأعياد أكتوبر المجيدة ونهني الشعب المصري، ونتمنى أن يكون دور الانعقاد الثالث هو دور خير على الشعب المصري، ونتمنى أن نكون على قدر المسؤولية وأن يوفقنا الله سبحانه وتعالى إلى ما يحب ويرضى. هذا ورفعت الجلسة على أن تستكمل باقي مناقشات المجلس لعدد من مشروعات القوانين والقرارات خلال جلسات قادمة.